انا حاجه واضحه انا ما عنديش خبره برشا معناها في تونس، نفرش برشا مع شويه نجي مره في العام كما قلت. العلاقه بين الامن والجمهور علاقه مكسره يلزمها ترجع، ما ثماش ثقه بينات مع الخاطر. نطرح كيك العام الفات رواحت في ماي يظهر لي رواحت مفيده، قالوا لي القوافل تلعب ضد مساكن، ما عادش تلوها نتاع القوافل. نحب القوافل، حبيت هبطت مع اخويا من مفيده المساكن باش تفرج في الماتش. خذيت التذكره نتاعي، خلصت التذكره، الحاكم ما خلانيش ندخل، ما نعرفش علاش ما خلانيش ندخل. انا خذيت التذكره جيت ديريكت من انجلترا باش ندخل نتفرج في ماتش، وثم برشا فوضى معناها لبرا. وليت كيفاه بالسيف باش دخلوني، دخلت فرجت على الماتش ورا واحد. الجمعه اللي فاتت كنت في قفصه، يظهر لي القوافل وبنجلدان الجمعه اللي فاتت لعبت، القوافل ربحت. هزيت ولدي معايا صغير 10 سنين باش نتفرج، نحب نتفرج على القوافل، نحب يمشي للستاد، نحب يشوف تونس، معناها هو تونسي وباباه تونسي كل شيء. برشا فوضى بين الجمهور وبين معناها الامن، ما حبيش ندخله. هزيت دخلت الكهرباء وروحت، ما تفرج في الماتش، مسكين روح يبكي، حب يتفرج على ماتش. معناها ثم حاجه ثقه، نحكوا برشا على الجمهور وعلى على الجمهور نتاع تونس والفوضى كل شيء. انا قبل ما كانتش عندنا كيما سي يوسف كان يحكي، ما فماش الفوضى هذه، ما كانش كيما هكا كره تو. اما الزوز الاطراف لازم تحمل المسؤوليه باش علاقه تصلح بين الشعب وبين الامن.